مصطفى انهض انهض يا مصطفى. ماذا تريدين يا حمدية؟ ما هذا التكاسل؟ لو كنت منك ما نمت طوال الليل. ألم تكفك الليلة الطويلة التي قضيناها مع عمي عبد الشكور؟ لقد أتى عبد الشكور وبش الأفراح في أعقابه. لماذا؟ هل زوج أحدا آخر غير ابنته؟ ألم تقرأ الجرائد اليوم؟ أقرأها في المنام يا حمدية. لو كنت قرأتها ما كان للنوم أن يقرب جفونك. أخبريني بالله عليك يا حمدية حقيقة الأمر. لقد كتبوا اسمك في الجرائد اليوم. كتبوا اسمي أنا؟ ويقود هجوم الفريق سعيد مصطفى وهو لاعب موهوب تمكن من إخراج سبعة أهداف خلال هذا الموسم. فمن يا ترى سيرفع كأس البطولة عاليا، سعيد مصطفى أم أحمد جابر؟ سعيد مصطفى سعيد مصطفى. دائما أرى اسمك يا بني ينير الجرائد. أبشري يا أمي سأرفع اسم هذه العائلة عاليا. هل استعددت للمباراة جيدا؟ ألم تقرأ ما كتب عني يا أبي؟ إن الفريق بأكمله يعقد آمالا علي لتحقيق الفوز. ولكن هذا لا ينفي أهمية الاستعداد. اطمئن يا أبي فأنا صاحب الرأس الذهبية والقدم الصاروخية ولا أخطئ طريق الماضي. لقد كتب عن أحمد جابر جارنا مثل الذي كتبوه عنك، ولكنه لم يتأثر ولم يغتر. محمود لا تقل هذا عن أخيك فهو ليس مغرور، بل يغالي في ثقته بنفسه. بينما رأيت أحمد جابر جارنا وقائد الفريق المنافس وهو يتضرب منذ الصباح الباكر في الشارع، لأنه يعرف أن لياقته البدنية لن تسعفه على تكملة المباراة. وهل لياقتك أنت مكتملة؟ بالتأكيد يا أبي. يقولون في الجريدة يا أبي إن مدرب الفريق القومي يحتاج لواحد منهما لشغل مركز رأس الحربة في الفريق القومي، وأنا الذي سأحصل على هذا المركز دون شك. هذا ما نرجوه جميعا. هل سلمتم على عمكم عبد الشكور؟ هل عاد من البلدة؟ إننا لم نعرف. لقد عاد في منتصف الليل وهو الآن في الحديقة. سنذهب إليه جميعا بعد أن نبدل ملابسنا. ولكن لا تتأخروا على الفطور خصوصا أنت يا سعيد. أهلا عم عبد الشكور. أهلا بأولادي الأعزاء. حمدا لله على سلامتك. سلمكم الله جميعا من كل مكروه. ولكن أين الشوكولاتة والحلوى؟ آخ يا ولدي أفراح البلدة لا توجد بها شوكولاتة أو حلوى، إنها أفراح متواضعة الغرض منها إشهار الزواج فقط. والإشهار الزواج يا عم عبد الشكور ضرورة؟ طبعا يا سعيد، إنه بمثابة إعلان رسمي عن بناء أسرة مسلمة شرعية جديدة. وماذا فعلت أنت في فرح ابنتك يا عم عبد الشكور؟ ما قدرني الله علي، فقد ذبحت شاة خصصت جزءا منها للعروسين والباقي تصدقت به على الفقراء. أما أغنياء القرية الذين جاملوني فقدمت لهم شيئا بسيطا من دواعي الفرحة وكرم الضيافة. ولماذا غبت عنا هذه المدة؟ آه منك يا سعيد. لقد كانت هناك ظروف سعيدة أخرى والحمد لله، فقد رزق ابني بأول مولود له، ومن فرط سعادتي مرت الأيام دون أن أشعر بها. إنها بصة خير، وعموما حمدا لله على سلامتك مع أن جدي غاضب منك. أعلم أنه بذل جهودا مضنية في إصلاح الحديقة، لكنه رجل طيب القلب سريع العفو. هيا يا أولادي امرحوا وتمتعوا بوقتكم ودعوني أكمل عملي في الحديقة. السلام عليكم يا عبد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقولون إن سعيدا هو مفتاح الفوز. لم أكن أعرف أن لابني مثل هذه الأهمية. سيكون هناك الكثير من مثل هذه المقالات بعد دخوله المنتخب. وطبعا أنت سعيد جدا. وهل هذا شيء لا يسعد يا أبي؟ أصدقك القول
فأنا سأكون سعيدا إذا كتب بعد المباراة. ولكن قبل المباراة كمثل بائع اللبن الذي يعد مكاسبه قبل بيع اللبن، وفجأة ينسكب اللبن ويخسر كل أحلامه. أرجوك يا عمي لا تخفني بهذا الكلام. يا ابنتي العزيزة، إنما كتب عن سعيد كان يجب أن لا يعرض عليه حتى لا يغتر. معك حق يا أبي، فهذا كلام كبير على سنه، ولكنه سيحقق الفوز بإذن الله. مهما تفعل فلن تهزمون اليوم، وسأرفع أنا الكأس بينما ترفع أنت الخيبة. ما يصح هذا يا سعيد، أحمد شارنا وزميله، ولا يجب للكرة أن تجعلك تعيد في حقه. لقد كتبوا عنه كلاما لا يستحقه. لقد كتبوا عني؟ أنا لم أقرأ شيء. نعم، خوفا من أن تتهمهم بالتحيز للفريق. أنا لا أطمع في حمل الكأس، ولكنني سأحاول. مهما حاولت فسنهزمكم. الشيء الوحيد الذي أطمع فيه هو دخولي في المنتخب. لا تفكر في ذلك أيضا، هذا المكان محجوز لي. اسمع يا سعيد، أحذرك من الاستهانة بي، فلدينا حارس مرمى ممتاز يجيد ألعاب الهواء، سأجعله يمسك بالهواء بدلا من الكرة. لا أظن، فقد دربه المدرب على كيفية الصد لضربات رأسك القوية. وليكن، فلدي أيضا القدم الصاروخية التي تمزق الشباك. وأما بالنسبة لك فأنا أحذرك من الاقتراب من منطقة المرمى، لأن عندنا مدافعا قويا. أعرف نقطة ضعف وهي البطء، لذلك سأزيد من سرعتي. لم أكن أتوقع منك هذا الكلام يا سعيد. إيه؟ ماذا حدث يا محمود؟ سعيد يا أبي كان يتبارى مع أحمد جارنا وكابتن الفريق المنافس، ولكنه لم يكن يلتزم بأداب الروح الرياضية في حديثه. هذا عيب خطير، كيف سمحت لك نفسه؟ هو الذي يحاول استفزازي. بالعكس، لقد كان مؤدبا جدا وكان في قمة التواضع، لأنه كابتن فريق متواضع. سعيد، الرجل الرياضي لا يسخر من الآخرين. عندما تحضر المباراة يا أبي ستعلم أني على حق. سأحضر إن شاء الله، وخالك توفيق أيضا. وهل خالي توفيق سيحضر؟ نعم، وهو يكاد يصل الآن. هيا صعد إلى غرفتك وأعد حقيبتك حتى نستعد للذهاب. لولا خوفي من أن يضموني إلى المنتخب لجئت معك يا سعيد. هل كنت تلعب الكرة يا جدي؟ طبعا، لقد كنت حارس مرمى يمين. وهل يوجد حارس مرمى يمين وشمال؟ بل هو حارس واحد فقط. أعرف ذلك، ولكني كنت أصد الكرات التي تأتي من جهة اليمين، أما الأخرى التي تأتي من جهة اليسار فلا شأن لي بها ولا أتحمل مسؤوليتها. وكيف لا تتحمل مسؤوليتها؟ كيف لا أتحمل مسؤوليتها؟ ألم أقل لك يا بني أنني كنت حارس مرمى يمين؟ فكيف أسأل عن الأهداف التي تدخل جهة اليسار وهي ليست من اختصاصي؟ سعيد، هيا سعيد، فقد اقترب موعد المباراة. هل أعددت حقيبتك؟ نعم يا أبي. هل وصل خالي توفيق وعمتهم؟ نعم، وهم في انتظاري. هيا، أنا جاهز يا أبي. عندما أعود إن شاء الله سأروي لكم عن المباراة وكأني معلق رياضي. فلما لا تذاع المباراة في التلفزيون؟ لا تنسى يا حمدية أنهم ما يزالون صغارا، وعندما يكبر سعيد سوف نراه جميعا في التلفزيون. ومتى سيأتي هذا اليوم؟ الأيام تمر سريعا يا أختاه.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها هو البطل قد وصل. انتظريني يا أمي حتى أعود لك بالكأس. ستحضر الكأس لأمك فقط يا سعيد؟ لا تغضبي، سأحضره لكم جميعا. هيا توفيق، هيا فالوقت يا مر. هيا بنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله ونصركم. أين أبي يا حمدي؟ يواصل عمله في الحديقة كالعادة. يا عبد الشكور، يا عبد الشكور، لما لا تعمل بدلا من هذا الكسل الذي أنت فيه؟ إنك تريد أن تنتقم منه. بل أريد أن أنتقم من الكسل الذي حل بجسدك. إن جسدي والذي حل من بعضه. أمسك الكأس يا رجل وهيا إلى العمل. لا أستطيع، فقد تعبت. كنت قبل أن تحصل على الإجازة تعمل في اليوم 8 ساعات دون كلل ولا ملل، أما الآن فإنك تتعب بمجرد ضربتي فأس. أعترف أن جسدي قد استمرأ الكسل واستباح، ولذلك لا يمكن أن يعود للعمل دفعة واحدة. ثم إنني أعرف لماذا تفعل معي ذلك، لأني كنت أتقدم عليك في حفظ القرآن. آخر منك يا عبد الشكور. أعدك أن أعود بإذن الله كما كنت وأكثر خلال بضعة أيام. سأعطيك هذه الفرصة ولن أبخل بها عليك، فأنت رجل مسكين قد أثرت عطفي، ولا تجعلني أغير رأيي فيك. الآن سأقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. لقد انتهت المباراة منذ ساعة ولم يصلوا بعد. لا تنسى أن تسليم الكأس يأخذ بعض الوقت. وهل سيأتي بالكأس إلى هنا؟ لا أعلم. هارون قد وصل. سعيد، ماذا بك؟ دعيه، فهو لا يستحق مجرد كلمة. ماذا حدث يا توفيق؟ طمئنه. لقد انهزموا ب3 أهداف مقابل نفسه. لا حول ولا قوة إلا بالله. وخاب أمل الفريق فضلك المغرور بعد أن أضاع ضربة جزاء سهلة كان من الممكن أن تحول الهزيمة إلى نصر. وبعد أن فقد فريقه الأمل في أن يحرز لهم سعيد أي أهداف، ارتبكوا ودخل في مرماهم 3 أهداف. وماذا عن أحمد جارنا؟ هو صاحب الأهداف 3، وبذلك استحق حمل الكأس. هذا نتيجة لتواضعه وعدم غروره كسعيد. محمود، لا تشمت في أخيك. محمود يقول الحقيقة، فسعيد مغرور، وكان غروره سببا في ضياع فريقه. لقد أهدر العديد من الفرص السهلة نتيجة لاستهتاره. يا لابن المسكين. حلوة ابني جاء. وأنا أيضا حزن. هيا نحتفل بالله بسقوط المغرور. سأصعد إلى ابني. لعلك تكون قد استوعبت الدرس. أي درس؟ لقد عاندتني الكرة ولم تطواني بشيء. وهل الكرة عقل حتى تطيع أو تعاند؟ الاعتراف بالذنب أول طريق الإصلاح. قد بذلت كل ما في وسعي. لو أنك استعددت للمباراة ولم تستهن بها لكان بوسعك عمل كل شيء في الكرة، لكنك افترضت بنفسك وظننت أنك أعلى من المنافسة.
هناك شيء خطأ لا أعلمه. الاستهتار والغرور يا سعيد، والغرور أول طريق الفناء والنهاية، وقد نهانا الله تعالى عن الكبرياء والغرور، ولكنك لم تنتهي فكان عليك أن تنهزم لآخر لحظة كان بإمكاني. كفاك تمادي في الغرور، لقد أضعت جهود كل زملائك وأهدرت ضربة جزاء. لم أهدرها، ولكن حارس المرمى خدعني بعدم الاهتمام. لأنك استهنت بقدراته. أرجوك يا أمي لا تزيدي همي، فقد كنت ألعب وحدي دون مساعدة. لقد نقلت عدواك إلى زملائك، إذن قد صدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله أوحى إلي أن تواضعه حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم استكبرتم وتعاليتم فانهزمتم. انتهى كل شيء، ولن ألعب كرة مرة أخرى. دعك من الغرور وستصبح أحسن لاعب كرة. ألم ترى كيف كنا سعداء بك اليوم؟ هل أحمد جابر أفضل منك في لعب الكرة؟ اسألوا الجميع، أنا أفضل منه في كل مهارات. ولكنه نصر فريقه وأنت هزمت فريقك، فهو أفضل. نتيجة خطأ متكرر من المدافع البطيء، بينما أنا كنت مقيدا بأكثر من لاعب. لكنك ظننت أن الفرصة ستأتيك سهلة ولم تحاول اغتنامها مثله. ولو أنك اجتهدت ولم تتكبر لتعاون معك زملائك جميعا وفزتم. والله يا أمي زملائي لم يساعدوني. لأنك مغرور وتشعرهم بأنك صاحب الفضل في النصر، وتنسى أنكم جميعا تسعون لهدف واحد. ولو كنت متواضعا لتعاونوا جميعا معك وحققتم كل أهدافكم مثلما فعل جارك أحمد جابر. لقد خسرنا كل شيء وأنا أكثرهم خسارة، فبالتأكيد سينضموا أحمد للمنتخب بدلا مني. ما زال الطريق طويلا، فهناك بطولة الدور قادمة، وعليك أن تسرع بالتواضع حتى يحبك كل الناس وأولهم زملائك، وسترى أن الله يعز المتواضعين. فهل نسيت قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. نعم يا أمي معك حق، فأنا فعلا قد بالغت في ثقتي بنفسي. أولا يجب عليك أن تتوب إلى الله، تتوب إلى الله عن التكبر والكبرياء، ثم تبدأ عهدا جديدا مع التواضع، فمن تواضع لله رفعه. وسأعتذر لكل زملائي لأني خيبت آمالهم، وبإذن الله سأحقق لهم بطولة الدوري. خطأ، أنت لم تحضرها وحدك بل بهم ومعهم، فأنتم جميعا متعاونون بالحب والمودة وتقوى الله. صدقت يا أمي، فأنا أذكر قول الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. أعاهدك يا أمي بل لا أخطر أبدا حتى ولو صرت أحسن لاعب في العالم. إذن هيا بنا إلى خالك وأبيك لتعتذر لهما أولا. هيا بنا. هيا. لقد أعجبتني جدا في الهدف الثالث يا أحمد، فبرغم مرور الوقت وضمانكم للفوز، إلا أنك قطفت الكرة وسعيت بها وكأنك تسعى للهدف الأول. لقد ساعدني على ذلك اليأس الذي دب في نفس الفريق، لذلك لم أجد أي صعوبة في إحراز الهدف. أنت ولد ممتاز يا أحمد، تتحدث عن الظروف التي ساعدتك ولا تدعي بأنك صنعت هذه الظروف بمجهودك. أكثر شيء يعجبني فيك يا أحمد تواضعك. وهل هناك مثال للتواضع أكثر من قدومه اليوم ليواسي أخاه سعيدا على ضياع البطولة منهم؟ أهلا يا أحمد، ألف مبروك على الكأس، إنكم تستحقون. وأنتم حظكم سيء، وإلا لما ضاعت ضربة الجزاء. أنا أشكرك يا أحمد لأنك حذرتني من حارس المرمى، ولكني لم أهتم. لقد كان موفقا جدا في هذا اليوم،
لذلك ضمه المدرب للمنتخب. وأنت أيضا أليس كذلك؟ نعم لقد ضمني المدرب للمنتخب ولكن على سبيل الاحتياط، فما زال سعيد مصطفى هو النجم اللامع. ماذا تعني يا أحمد؟ لقد بحث المدرب عن سعيد بعد المباراة ليهنئه على انضمامه للمنتخب معي، ولكنه لم يجده فأوصاني بإبلاغه. هل حقا هذا؟ ألم يغضب من استهتاري؟ بلى، وقال إنه سيعلمك كيف تترك هذا الاستهتار. أنا أشكرك، أشكرك يا أخي العزيز. مبروك يا سعيد. إنه خبر سعيد جدا يستأهل الاحتفال به. بشرط أن تتواضعوا جميعا. لم أكن أتوقع أن ينتهي هذا اليوم ولو على ابتسامة صغيرة. إن الخبر الذي جاء به أحمد يعتبر مفاجأة حقا، وأنا واثقة من أن سعيد سيستغل هذه الفرصة جيدا ولن يترك نفسه للغرور وسيتواضع مثل زميله أحمد. الفارق كبير يا حمدية بين الغرور والتواضع. الإنسان المؤمن لا يمكن أن يصيبه الغرور، لأنه دائما يعرف أن الكبرياء صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، فكيف ينازع الله في صفاته؟ صدقت يا حمدية، فقد قال الله تعالى في حديثه القدسي: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن ينازعني عذبته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث عن ربه. وهل هناك شيء أجمل من التواضع، وخصوصا من العبد الذي يؤتيه الله بعض الميزات؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان مثالا للتواضع، فقد كان يمر على الصبيان في الطرقات فيسلم عليهم ويداعبهم بحب وعطف: اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدنا يا رسول الله. ادخلوا يا أحفادي. السلام عليكم يا جد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أراك اليوم مجهدا يا سعيد. كنت أحاول أن أقلد محمود فأخذت أقرأ بعضا من الكتب. هذا عظيم يا سعيد، كل كلمة يقرأها الإنسان تضيف إليه جديدا، وعندما تكبر سوف تعرف فائدة القراءة. هل تعرفون بماذا كان يدعو لي أبي رحمه الله؟ بماذا يا جدي؟ كان يقول لي: بارك الله في عمرك. ولما سألته يوما: وهل يطول العمر يا أبي ويقصر؟ قال لي رحمه الله: البركة ليست بالزيادة الفعلية في عدد سنوات العمر، ولكنها بركة من الله في الصحة، في العلم، في المعرفة. وكلما قرأ الإنسان كتابا أضاف إلى عمره معرفة تساوي ما حصله من الكتاب من علم. رحمة الله عليك يا أبي. جدي، من فضلك أكمل لنا قصة سيدنا صالح عليه السلام. وقبل أن تسأل يا جدي، وقفنا عندما حذر سيدنا صالح عليه السلام قومه من المساس بالناقة. نعم يا أحفادي، ما من نبي إلا وكذب، وعقدوا العزم على أن يقتلوا ناقة الله، ووسوس لهم الشيطان وزين لهم أعمالهم وقال لهم: أي عذاب هذا الذي يتوعدكم به صالح؟ اقتلوها اقتلوها. نعوذ بالله من وسوسة الشياطين. ودبروا وخططوا في قصر من قصور أغنيائهم المنحوتة في بطن الجبل، وبرغم أنهم متأكدون من أن الناقة آية من آيات الله، فقد انتهى تدبيرهم إلى التخلص من الناقة. قال أحدهم: إن ناقة في الصيف تذهب إلى الظل في الوادي البارد أثناء الحر فتهرب مواشينا إلى الحر. وقال الآخر: إن العكس أيضا يحدث في الشتاء، فهي تذهب للمكان الدافئ ويذهب مواشينا إلى المكان البارد.
يزين لهم الشيطان أعمالهم، أليس كذلك يا جدي؟ وهو كذلك يا شيماء. ألم يقل الشيطان لآدم كما يروي القرآن الكريم؟ يقول رب العزة سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، بسم الله الرحمن الرحيم، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صدق الله العظيم. واستغل الشيطان كبير المدبرين، قال له إن الحل الوحيد هو قتل الناقة، ونفذ إنسان من بني آدم ما أراد الشيطان وبدأوا التنفيذ، رغم أن أحدهم حذرهم من أن صالحا عليه السلام قد يكون صادقا فيما يمكن أن يحل بهم من عذاب أليم إذا هم قتلوا الناقة. قالوا جميعا إنه، أي سيدنا صالح، من الكاذبين، واختاروا 9 من الرجال المجرمين والمفسدين في الأرض، وجعلوا على رأسهم رجلا يدعى قدار بن سالف بن حبذع، وهو أشدهم قسوة وكفرا. قضي الأمر، فهؤلاء المجرمون لن يتركوا الناقة حتى يقتلوها. نعم يا سعيد، حددوا وقتا لقتلها، وكان ذلك في الخفاء وفي جوف الليل، وجاءوا الناقة وهي نائمة وبجوارها وليدها، وهجموا عليها وعلى وليدها، وأعملوا فيهما سيوفهم وسهامهم، وماتت ناقة الصالح، آية الله لنبيه عليه السلام. قال لهم صالح عليه السلام، ألم أحذركم من المساس بالناقة؟ قال له قومه، قتلناها يا صالح، فافعل ما أنت فاعل. قال لهم سيدنا صالح عليه السلام كما يقص القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. صدق الله العظيم. إنه الله سبحانه وتعالى لا يخلف ما وعد. نعم يا بني، فمن أصدق من الله سبحانه وتعالى قولا. وهم قوم صالح عليه السلام بقتله، واتفقوا على أن ينكروا قتله إذا سألهم أحد عنه. لما أشرقت شمس اليوم الثالث كما وعدهم سيدنا صالح عليه السلام، جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم، ورجفة شديدة من أسفلهم، ففاضت الأرواح وأزهقت النفوس وخشعت الأصوات، وأصبحوا في ديارهم جاثمين أجساداً لا أرواح فيها ولا حراك. وهكذا انتقم الله سبحانه وتعالى المنتقم الجبار من قوم ثمود، ونجى سبحانه وتعالى سيدنا صالحا عليه السلام ومن معه. تبا لثمود، تبا للشيطان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أسقلنا عليك يا جدي. كلا يا أحفادي، نفعنا الله بما علمنا، ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، هيا إلى نومكم وتصبحون على خير. هيا. وأنت على خير يا جدي، جدي العزيز، شكراً.